بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنقول لكم هل يجوز تربية الجرو الصغير في المنزل أو الكلب يعني عامة. هنشرح لكم في هذا الفيديو بالتفاصيل. قبل بداية هذا الفيديو لا تنسى أن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل غريب. ويلا بينا نبدأ الفيديو وما نطولش عليكم. طبعا الكلب اللي بتعرفوش ان هو اللي تعرفوه يعني ان هو نجس، الكلب نجس، فما ينفعش يعيش معانا في البيت او ربما في المنزل، تمام؟ لانه بينجس الانسان. يعني الاجابة ان هو مش بي ما ينفعش يعيش معاك. طبعا عشان تروح منك النجاسة لازم تغسل يدك 7 مرات عشان خاطر تروح منك النجاسة وربنا يتقبل منك صلاتك وعبادك وكل حاجة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.